طول الليل وانا همز رلبو عبد الله لين كسرت ايدي. يا حرام. اي طبعا طبعا هو يقضي شبابه مني ومني، ولما يتعب ويكبر تقعدين تحت ريوله وتهمزينها وتبارينه وتدارينه، صدق انك مسكين. منو هذا فارس؟ هوني قاعد اقول لك هذا صاحب المحل. ليش؟ يعني ماكو علاقه شخصيه؟ حرام عليك فواز، تكفى سامحني عشان عيالنا. انت حسبالك انا اقدر انسى مسجاتك والكلام اللي بينك وبينه؟ عيب، هذه وزاره فيها احترام، فيها معاملات الناس، شنو اللي قاعد يصير هذا؟ مو استاذه بصون، هذا ورق ابيض، الورق العادي مال البرنتر مو ورق مهم ولا ورق شغل. مو قادر يا روان، مو قادر. وانا حذرتك من قبل. قلت لك الياهل هذا راح يبعدنا عن بعض، ما راح يقربنا، وانت ما سمعتي الحكي. انا وفواز تطلقنا. شو السبب؟ ظروف خاصه. عقب ما طلقتها اليوم اول يوم جايه تداوم، ما شاء الله. جايه مزهزهه ومستانسه ولا كأنها وحده مطلقه، تقول اشوه خلاص تطلقت ولقيت حبي الحقيقي، وبس اخلص العده بتزوج مني. اصير السولف لي تقول لي يعني والد وين يشتغل بالبيت، يعني اخوانك خواتك، يعني سولف لي شويه. ما فيني من الاجابه على السؤال الله يخليك. عيالي يربون عند ابوهم، ولا تفكرين في يوم من الايام شريفة. سمعيني زين، لا تفكرين في يوم من الايام تجي عند بابي، بيني وبينك المحاكم. روان انت تدرين ان حياتنا مع بعض صارت صعبه من زمان. بصراحه هالشيء مو حابه. وأنا جاي اليوم عشان أخيرك، يا إني أطلقك أو إنك تظلين على ذمتي، وما راح يكون لك أي حق عندي غير المصروف الشهري اللي قاعد أدزلك. أنا عندي عائلة ثانية بالأردن، ما حبيت أقول لك عشان لا أجرحك، بس خلاص ما ردك بتعرفين. إيش قاعد تقول؟ إيش قاعد تقول؟ أنا تزوجت زيتا، هي أجنبية وعايشة معاي بالأردن، وعندي منها ولد واسمه آدم. أنا طول هالسنين أنطرك وأدعي لك إن الله يردك لي بالخير، عشان تقول لي عندي مرة وعندي ولد؟ متى هذا كله صار؟ من سنة وشي تقريباً. أنت شنو؟ ماكو ضمير؟ قلبك حجر؟ ما عندك إحساس؟ أتوقع إني خيرتك بيني وبينه وأنت اخترتيه، فما له داعي الكلام هذا اللي قاعد تقولينه. لأنك أنت هدمتي صورة العائلة اللي كل ريال يتمناها. أنت مستحيل تكون إنسان. لا إنسان ولا ريال ممكن يتخلى عن ضناه عشانه مريض. أنا قلت اللي عندي. تبيني أطلقك ما عندي مانع. ما تبين يكون عندك لقب مطلقة وتبين تربين ولدك بكرامة هم ما عندي مانع. فكري عدل وردي لي خبر. أنا الأسبوع اللي جاي مسافر. عن إذنك. صاير كنا نفسيه متعدله اليوم، بخور وحركات، صاير شيء صح؟ ايش بيصير يعني؟ ايش قصدك؟ لازم قاعدين تستحبطين يعني فارس اكو غيره؟ ايش اخبارك؟ ايش طاري فارس؟ ليش مو راضيه تقتنعي ان فارس خلاص طلع من حياتي؟ مو ببالي. يعني الخبر اللي بقول لك اياه ما راح يعني لك ولا شيء. اقول بتقولين لي عندك ولا تطلعين برا؟ لا بقول الصراحه السالفه تحوس بقلبي. اقول لك اليوم شفت مرت فارس ولا حامل بطنها ايش كبره، بس ما ادري باي شهر. اي زين على البركه وانا شكو. وبس يعني انا قلت اكون صاحبه اخبار سنعه، يا اقول لك اباشرك بالاخبار اللي قاعد تصير برا بالسكه، يمكن ما تدرين كل قامت عمرك. خلصتي؟ اعطيتيني الاخبار؟ اي يلا طلعي برا. لا عاد سمعي اقول لك، شوفي هذا نطلع خل اقول لك بس اوقف بعد وايد تطرد فيني. سلامات استاذه، سلامات. الله يسلمك. سماشره ايش فيك؟ ماكو بس العوار بظهري رجع لي مره ثانيه. ما تشوفين شر؟ ما رحتي الطبيب؟ بلى رحت وسويت علاج طبيعي بس ماكو فايده، رجع لي الالم مره ثانيه. ايه الف لا باس عليك. مديتك كذي لقدام؟ قدام؟ ايه كذي ثنتين. اوكي. شفتي الابهام هذا؟ ايه حطيه هني على الايد هذه. ايه ايه وضغطي ضغطي. رفعي لفوق لفوق فوق. خذي نفس ونزليها تحت. ايه بعد نفس عميق نفس عميق. تعرفين زيت الخروع؟ ايه زيت الخروع. إيه. دهني في ظهرك ان شاء الله الطيبين، تدهني ونامي ان شاء الله. ان شاء الله ما تشوفين شر. ان شاء الله ما يك. انت وعافيه. زين وش قالت لك المحاميه؟ قالت لي ان الوضع مو من صالحي. قالت له تراضين انت وفواز وايد افضل، بس فواز مو راضي. انا لله يبي يحرمك من عيالك؟ هلا ما صدق لا ما صدق. ما رمى وراها الا بيتها وعيالها، تداوم وتكرف وحياتها كلها سيده، هذه اخرتها. وانت ايش فيك بعد متكدره؟ ناصر ورجع من السفر ما رد. شنو يعني؟ اقصد هو وياه بس زياره قصيره ورجع الاردن. انا لله. ابى اعرف ليش يسوون فيني الريايل كذي؟ ليش؟ حسا ما شر بدرية، ايش فيك؟ ليش وجهك شي؟ حاسة انك باهتة وتعبانة وماكو ابتسامة بوجهك. ترى عادي اذا كنتي مطلقة او لقب مطلقة، سوت يعني وايد مطلقات، وبعدين مو كل مطلقات يعني. اي صح صادق سوت يعني مطلقة وايد افضل من عانس. الو استاذ فواز، بغيت اعرف شنو صار على القضيه. القضيه ماشيه لا تحاتين، المحامي طمني. بس انا عندي سؤال، انت ليش كذي وايد مهتمه بالموضوع؟ أنا بس بغيت أعرف يعني العيال إيش راح يصير معاهم؟ منو راح يجابلهم؟ إيه لا تحاتين، الشغالة وياهم وأمي إن شاء الله بتيجي تجابلهم. تبين شيء ثاني بعد؟ ما تبي تشوفيني مثلا؟ لا لا شكرا ما له داعي. إيه مع السلامة. مشاري شنو يعني؟ الو هلا هلا حبيبتي، هلا شذاوي، شو اخبارك يما؟ شو مساويه؟ انا قاعده اطالع مسرحيه عبد الحسين عبد الرضا. تهبل ابوك ما شاء الله عليه، من يبتلى اللابتوب ولا صق فيه. ادري يما بس مو كذي كل ليله يسهر على هاللابتوب. ادري ما ادري. زين انت متى بتزورينا؟ اي بس عاد لا تطاولين يا يما، انت ترى وايد والهانه عليك. ان شاء الله حبيبتي مع السلامه، صبحين على خير. ها ابو عبد الله. هلا. أنا بروح أنام، بتجي تنام ولا بتسهر مثل كل ليلة مع هاللابتوب؟ لا أنا ما فيني نوم الحين، بتنامين تصبحين على خير. إن شاء الله ياك. السلام عليكم. السلام. شلونك عمي؟ شلونك؟ حياك الله. كيف حالك؟ زاهبين؟ إن شاء الله زاهبين. حياك تفضل. إيش دعوة يبا؟ شنو بتهاجرون؟ ترجعون عند أبوكم وأمكم لها يوم بالأسبوع تشوفكم. يلا يبا يلا لا نتأخر، يلا مشوا. الله يخليك فواز، على الأقل بس مشاري بعده صغير يحتاج أمه، خله عبدي. والله لو المحكمة تشوف إن أنت كفو تربين عيالك كان حكمت لك. بعدين ما ترى مو عند واحد غريب، عند أبوهم. يلا يبا يلا. يلا لا نتأخر يلا، وقلت لك يوم تشوفينهم، بلا أفلام هندية. تعال مشاري تعال. تعال حبيبي يلا تعال. ترى اللي قاعد تسوينه مو بصالح اليهال. قلت لك راح تشوفينهم، يلا يبا لا نتأخر يلا مشوا. دير بالك عليهم فواز الله يخليهم. يلا يبا يلا يلا مشوا يلا. دير بالك عليهم. يلا يبا يلا. يما دير بالك على الخبر زين، دير بالك زين. خلاص يا يبا عاد لا تسوين بعمرك كذي، ما تدرين باكر ايش بيصير. الله يهداك بس. يبا راحوا عيالي. ما يخالف يا بيتي، ما يخالف ما يخالف، تحملي ما يخالف يبا، كل انسان لازم يتحمل نتيجه اخطائه يا يبا، طع عليك بس صبري. ما تسوي نفسك بس خلاص. جانو جانو جانو. نعم بابا. بابا هذا بيبي ناو، انت مسؤول. اوكي واش ايد كلها انت مسؤول. ماما تدلفت، ما في ماما. يلا خذي وياك، خذي مشاري. مشاري روح. شنو بتتغدون انتو؟ اي صدق با ترى نسينا ناخذ اغراض المدرسه. وانت شلون نسيتي تجيبين اغراضك؟ يعني بدايتها كذي؟ استغفر الله ربي. يبا نسينا ملابسنا المدرسه بعد وايبالي. وانت اثول، انت ما تعرف تركز باغراضك. توني متهاوش هي يدك انا. دق عليه خليني اشوف وين اغراضك. الله يدك. شو اللي انكسر يا جانو؟ شو اللي انكسر؟ جانو جانو. بابا مشاري كسر صحن. شلون كسر صحن؟ تعال يا حبيبي، تعال تعال هني، تعال تعال اقعد يا حبيبي، سير عاجل. ايش فيك انت؟ اكو واحد يلعب ويا الصحون؟ روحي شيلي هذا اللي تشبريونهم، روحي شيلي، روحي بسرعه. زين بابا زين. روحي اقعد عاجل يا حبيبي، الله يخليك، لا تقعد شيطين. شنو تاكلون الحين؟ خلصوني. انا بيرجر، انا بيتزا. يا حاجي قومي سوي لهم بيض وطماطم، وايد عليكم. اختاروا شيء واحد، خلصني. ايش تبي؟ شنو يبا؟ يبا انا بيتزا. وانت شنو تبي انت؟ همبرجر. شنو؟ همبرجر. خلاص جيب لكم همبرجر على قولته. اقعد خلنا نطلب لك هذا همبرجر، ما ادري ايش تبي انت بعد. كم رغم مملة. عشناها في هذه البطولة. هنا محاولة خطيرة للمنتخب الكويتي. الله على الأزرق، الله على الكويت، الله على الكويت. عبد الرحمن الرشيدي يسجل. الرشيدي يفتتح التسجيل المنتخب الكويتي. لزيرك 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 يفتتح التسجيل في هذه المواجهة عن طريق عبد الرحمن. يما باركي لي، نجحت ويا ب80%. اي مبروك مبروك. تعال تعال حاجيك، شوف المصيبه اللي احنا فيها. ايش فيكم صاير؟ راشد يقول انه ما يبي يلعب بنهائي دوري الاشبال. الحين عقب الاقوال اللي سجل هذه كلها والناس تتحكى عنه وتقول له مستقبل كبير باللعب، ما يبي يلعب الحين. ليش؟ يقول ما بيلعب الا اذا خليته يروح البحرين مع ربه. الولد توه 15 سنه يروح البحرين؟ لا انا بديش اكلمه. يشوفه اللي يسلمك. راشد شوي شوي عليه. راشد شوي شوي. انت تقول يبا متريح، ايش فيك ما تبي تلعب دوري الناشئين؟ ليش ما تلعب دوري الناشئين؟ ليش يبا ليش؟ يا تخلوني اسافر مع ربعي البحرين ولا ما سافر مع ربعك وانت بهالعمر يبا، خطر عليك يبا، شلون تسافر بطولة؟ لا سافر يا رب. بس هدي 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 خلاص بتسافر. بتخليه يسافر؟ ايش تبين اخلي مستقبله يضيع يعني يا حسين؟ يا يبا حطي لنا غدا والله يرحم والديك، ترى انا يا حطي غدا، حطي غدا. من عيوني من عيوني. تسلم عيونك. السلام عليكم. وعليكم السلام. هلا اختي تفضلي، تبين اطبع لك شيء؟ ايه كتاب. حاضر، وين الكتاب؟ وي ناسيته بالبيت. لا انا شطبع الحين. عادي حاطته بمخي، ايش فيك تضحك؟ فهد هذه الهام اختي. والنعم، حياك الله الهام. على فكرة المحل باي باي، يعني واو بالتركي. ترى هي مجنونة مسلسلات تركية. ما شاء الله. ايش فيه؟ ليش طيحين حظي قدام ريال تفشليني؟ ليش ما ترفعي لي؟ في شيء وايد مهم نسيتي تقولي له. شنو بالله؟ اني طالبة بكلية الطب. ما شاء الله، يعني انت العاقلة واحنا الميانين. بس خلينا نشوف المحل، كنا كشخة اختي ذويقة والله. بعد ماكينة قهوة. لا مضبطة المحل، مضبطته صح. شلون اول شيء المحل؟ أنا وايد حبيته، إي وايد مهندم. زيدي الشكر، انا احب الشكر. ها الو الو شريفة. هلا هلا، من معاي؟ انا غصون. هلا هلا استاذ غصون، شلونك شو اخبارك؟ اقول شريفة، اللابتوب اللي اعطيتك اياه فيه معلومات وايد مهمة وانا ابيها ضروري. ان شاء الله باكر باي الدوام وبيبه معاي. اقول لك انا ابيها الحين تقولي لي باكر؟ يعني شو اسوي؟ انت بس اعطيني العنوان، انا اجيك شويه بس، يعني بسرعه بسرعه اخذ المعلومات وامشي. ان شاء الله، الحين ادزلك العنوان على الواتساب. مع السلامه. يا ربي الله يستر. يلا يلا كملي كملي الشغل، كملي. يلا حطي شكر حطي شكر. حطيتي خلاص وايد حطيتي؟ يا انا احب الشكر. هاي ايش عندي يا غصون؟ يا رب يلا يا دكتور بس. ابو عبد الله، ابو عبد الله، غصون بتجي الحين، بتقعد هني ولا بدش داخل؟ شنو غصون هذه؟ وش تبي؟ رئيستي بالقسم تبي تشوف اللابتوب، تبي تاخذ منه اشياء. تاخذ لابتوب؟ ول ليش طلعت عيونك؟ في معلومات تبي تاخذها، ايش فيها يعني؟ اشياء على بالي بتاخذه، وبعدين ايش حقعد ايش داخل؟ خليني قاعد هني ويمكنها تستحي مني وما تتعبث وايد فيه. اي والله وانت الصاج يمكن تستحي منك. خش حكي. اي اكا هي وصلت. ويه مسرع شنو؟ هي على سيكل هذه. هلا حياك حياك غصون، تو ما نور البيت. غصون غصون وصلت. حياها الله. الله يحييك. السلام عليكم. عليكم السلام. يا هلا ابو عبد الله، عطني اللابتوب. تفضلي حبيبتي، تفضلي اقعدي، تفضلي تفضلي حبيبتي، تفضلي شوفي خذي اللي تبين. عن اذنك غصون، بروح اسوي لك شاي. مساك الخير. خير هلا والله. يلا ميري جيبي الحلو. ميري جيبي الحلو حبيبتي. جيبي اللي تقطع الحلو. تفضلي تفضلي حبيبتي. ها لقيتي اللي تبينه؟ لقيته ولقيت شيء ثاني بعد. وشنو بعد؟ ماني قادرة يا ترى عند الله، ماني قادرة امسك نفسي من الضحك. هذا كله قاعد يشوفه بوحده. هذا ريلك شوف ايش قاعد يطلع. صرت مخدوعة فيه. هذا اللي تقولين 35 سنة شايلته ومهددته وادير بالي عليه وادلك رويلاته 35 سنة. خيسي طالع رويلة فشيلة. اوف اوف كلنا فشيلة كذي. خلصت والله فشلة حيت عليك. عيب عيب يا بابا، عيب انت رجال كبير، عيب. الحمد لله رب العالمين. هذه رئيستك بالغسيل؟ واحد عليك، ايش عليك تضحك هذه؟ لا هاي كلها منك. تضحك علي انا مو تضحك عليك انت. استخيل على وجهك عقب هالعمر ذي كله تسوي فيني كذي، تفشلني قدام رئيسي؟ حرام عليك، ليش تسوي كذي؟ انت شوف سنك اول، ريلك والقبر، ليش تضيع عمرك كذي؟ خاف ربك، والله حرام عليك، حرام عليك اللي قاعد تسوي فيه، والله حرام عليك. الله اكبر، الله اكبر، يا كبرها عند الله، يا كبرها عند الله. آه ربي آه 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 والله حرام عليك يا أبو عبد الله، والله حرام عليك يا أبو عبد الله. الو ناصر، انا فكرت بكلامك. انا ما احتاج الطلاق باي شيء، مثل ما انا ما احتاج الزواج باي شيء. يعني مو لازم اتطلق. اوكي مو مشكله. تبين شيء؟ ايه اذا ممكن بيب حسن يشوفك قبل السافر. خلاص اوكي، انا بالفندق انطركم تحت باللوبي على ما توصلون، انا باكر الصبح طيارتي. خلاص ما راح نتأخر. لا اله الا الله عليك، واللي يرحم والديك ويشيل بابا يا ام عبد الله. يا ام عبد الله لا تفشليني اكثر ما انا متفشل من نفسي، فتشي الباب يا ام عبد الله هداك الله. ما حد مفتشل كثري، غصون تحدثني وقالت لي ريلك ما يستاهل لا حب ولا تعب. روحي شوفي ايش قاعد يسوي. صغرتني قدام ربعي بشكلي وسني. ما حد سوى فيني الا انت، انت اللي خليت ربعي يعايروني، غصون تعايرني. شلون تبيني اسامحك؟ شلون تبيني اسامحك يا ابو عبد الله؟ تعال ماما. تعالي يا حبيبي. السلام عليكم. عليكم السلام. يلا روح حق بابا انت شاطر. روح حق بابا. خلاص 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 يا حبيبي انت شاطر شاطر شاطر. هو رسمها لك. بتطلع عليه من فترة وفترة؟ روان ما له داعي هالكلام. حسن ولدك انت بس. روان انا ما ابي اظلمك. اذا فكرتي تتزوجين وتقدم لك ولد الحلال بلغيني وانا بطلقك على طول عشان لا تضلين بروحك. انا لازم انام، وراي طياره الفير. يلا حسن ماما، يلا حبيبي عشان بابا يروح بيسافر. يلا تعال تعال معي، تعال حبيبي. وعلي مخلي بالهند زوجته وثلاث يهال. قلت له السنه ما بتنزل الهند، قال لا ماما انا كيف ينزل؟ انا في بتشا في بيبي ما في فلوس. زين شلون مات؟ يقولون حادث سياره. انا لله وانا اليه. شريفه هاتش هذول الفلوس طرشيهم حق اهله وان شاء الله الله يصبرهم. جزاك الله الف خير في ميزان حسناتك ان شاء الله حبيبتي. انا بعد بالف على الموظفين واحد واحد زين تسوي وبنجمع له ان شاء الله خوش مبلغ. ايه ان شاء الله. جزاك الله الف خير. ايش فيكم ايش عندكم ليش واقفين؟ ابد والله في موظف هندي مسكين توفى بحادث سياره فقاعدين نجمع له فلوس. حابه تساهمين؟ لا ما احب، ما عندي فلوس. انا عمري ما شفت قلب مثل هالمرة، قلبها قاسي مثل الصخر. اسمع لك روح شوف شغلة خليكم. يا حسرة قلبي عليك يا راجل يا يما، يا حسرة قلبي عليك. ليش رحت وخليتني؟ ليش يا يما؟ ليش جمعت بيتي؟ ليش يا رافع راسي بين الناس؟ ليش يا يما؟ ليش تروح كذي فجأة؟ ليش؟ شلون مات المسكين؟ حادث سيارة خذا مني وليدي، خذا حبيبي حبيب قلبي راشد. راح ابعد شبابي، ما فرحت فيه ولا بزواجه ولا شفت عيال. ذكري الله ذكري الله يا براشد، ذكري الله يا خيي.